السلام عليكم. قوات السبعين التابعة لوزارة البيشمركة في إقليم كردستان قامت بعملية استخبارية ناجحة وتمكنت من الانقضاض على هجوم صاروخي كان من الممكن أن يتسبب بمشكلة وبحدث كبير في الداخل العراقي يوم أمس، وكانت هنالك لقطات مصورة للحظات الأولى لتمكن هذه القوة التي هي تابعة للبيشمركة من ضبط هذه العجلة التي كانت تتواجد فيها منصر الصواريخ، وهي متوجهة ضد واحدة من أهم حقول الغاز التي تعرضت إلى الكثير من الهجمات، وهو حق الكورمور الذي تديره شركة دانا غاز الإماراتية. وطبعا هذا الهجوم كان من الممكن أن يكون مؤثرا للغاية لأسباب كثيرة ومهمة. هذا الحقل تحديدا لكي نتعرف عليه، فهو موجود من ضمن منطقة إقليم كردستان بكل تأكيد باللون الأصفر، هي مناطق سيطرة حكومة إقليم كردستان، وباللون الأحمر هي مناطق تواجد الحكومة الاتحادية، وكذلك هنالك تواجدا ونفوذا للفصائل المسلحة الموالية لإيران في هذه المناطق. بالتالي المنطقة التي نتحدث عنها هي في محافظة السليمانية، وهذا الحقل يقع قريبا جدا إلى جنوب غرب قادر كرم بكل تأكيد. العجلة إذا ما ركزنا عليها تحديدا، فإن هذه العجلة التي ترونها هي من نوع كيا بيك أب بيضاء اللون، وواضح المنصة الصواريخ موضوعة فيها، وكذلك هذه هي صورة أخرى لهذه العجلة التي نتحدث عنها، هي تشبه تماما الكثير من عجلات الكيا بيك أب البيضاء التي تستخدمها في العادة الجماعات التي تعمل خارج إطار الدولة والقانون. وعلى سبيل المثال هنالك كثير من الحوادث، هنالك حادثة على سبيل المثال إذا ما عدنا إلى عام 2020 على سبيل المثال، خلية الإعلام الأمني أكدت بأن القوات الأمنية العراقية قامت بضبط منصة صاروخية كانت موجودة على عجلة نوع كيا، وكذلك طبعا كيا بيك أب بكل تأكيد، وكانت عملية الضبط لهذه منصة بعد هجوم بعشر صواريخ من صواريخ الكاتيوشا على معسكر التاجي بكل تأكيد، ووجدوها في منطقة الراشدية. وطبعا بكل تأكيد هذه العجلة كانت هنالك صور قادمة من خلية الإعلام الأمني للكيا بيك أب، كما ترون هي تتشابه تماما مع العجلة التي ضبطتها قوات البيشمركة، وهذه هي منصة الصواريخ للكاتيوشا. ولكن هذه المرة وهذه العجلة التي نتحدث عنها اليوم كانت فيها صواريخ جراد، صواريخ الجراد من عيار 122 ملم هي التي كانوا يبحثون عن استخدامها، وهذه الصواريخ يصل مداها من 20 إلى 25 كيلو مترا، وهذا يعطينا الكثير من التفسيرات حول طبيعة خطورة هذا الهجوم وما كان ممكن أن يحدث. وبالتالي هنا نلاحظ قضاء شمشمال، وهذه هي منطقة قادر كرم، وهذه هي النقطة المستهدفة، وهو حقل كورمور الذي طبعا تديره الشركة الإماراتية دانا غاز الإماراتية كما تحدثنا. هذه المنطقة بمناطق تواجد حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية هي لا تبعد إذا ما أخذنا هذه المسافة على سبيل المثال إلا 20 كيلو مترا فقط، وبالتالي الصواريخ التي نتحدث عنها الجراد أيضا مداها والرينج الخاص بها كما تحدثنا من 20 كيلو مترا إلى 25 كيلو مترا. بالتالي يبدو بأن المدى الأقصى إذا ما انطلقت الصواريخ من هذه المناطق باللون الأحمر سيكون هو المدى الأقصى بالنسبة إليها، وقد لا تكون دقيقة بهذه الدرجة المهمة. ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن عناصر البيشمركة وقوات البيشمركة هي تمكنت من ضبط هذه العجلة، وهذا يعني بأن هذه العجلة كانت من ضمن مناطق حكومة إقليم كردستان ومناطق نفوذ قوات البيشمركة بكل تأكيد، ويعني بأن الفصائل المسلحة الموالية لإيران تمكنت فعلا من اقتحام واختراق هذه المنطقة، منطقة إقليم كردستان بكل تأكيد، وضعت هذه العجلة بمنطقة وبرينج وبمدى قريب من هذا الحقل من أجل تحقيق استهداف حقيقي وضربة حقيقية. وقتوا هذه العجلة كما اعتدنا دائما منهم عندما يهاجمون طبعا المعسكرات أو القواعد التي تتواجد فيها القوات العراقية، وكذلك تمثل أيضا تواجدا مثلا لمستشارية التحالف الدولي. وقتوا هذه العجلة، انسحبوا إلى مناطقهم وكانوا يحاولون تحقيق ضربة حقيقية تدمر هذا الحقل بكل تأكيد مع استخدام الجراد وليس الكاتيوشا هذه المرة، ولكن عناصر وقوات البيشمركة تمكنت من ضبطها بعملية استخبارية ناجحة. توقيت هذه العملية وهذه الصواريخ
كانت تأتي في توقيت مثير للغاية مع أحداث تجري في بغداد من اقتحام أنصار السيد مقتدى الصدر للمنطقة الخضراء ولمجلس النواب العراقي، وبالتالي كان من الممكن لهذا الحدث أيضا أن يكون كبيرا للغاية فيما حدث يوم أمس. بكل تأكيد التوقيت كان متناسقا مع الاقتحام، ولكن أيضا في نفس الوقت هو يأتي بعد يومين فقط من هجوم أيضا بثلاث صواريخ كاتيوشا جاءت على نفس الحقل تماما، هذا حقل الغاز المهم للغاية، ولكنها لم تحقق أهدافها أبدا من أجل تحقيق أضرار في هذا الحقل. وطبعا حكومة إقليم كردستان في بيان صادر من المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان اتهم بشكل واضح طبعا الميليشيات وجماعات التي تعمل خارج إطار الدولة والقانون بأنها هي من قامت بهذه العملية. بالتالي محاولات استهداف مستمرة إلى هذا الحقل ومحاولة أضرار واضحة جدا لهذا الحقل. هذه القضايا وهذه الهجمات خلال هذا الشهر هي بدأت من صواريخ الكاتيوشا إلى هذه المنصة التي ضبطت، جاءت فعلا بعد 48 ساعة أو حتى بعد 72 ساعة تقريبا من إعلان مهم للغاية جاء من داخل إيران من قبل وزارة الاطلاعات الإيرانية، وهي وزارة المخابرات الإيرانية قالت بأنها تمكنت من عملية ضبط جماعات تابعة وتعمل لصالح الموساد الإسرائيلي دخلت من إقليم كردستان وكانت تنوي بالقيام بعمليات تخريبية وتفجيرية على منشآت حساسة، في إشارة أيضا إلى أصفهان ومنشأة أصفهان النووية بأنهم كانوا ينوون القيام بشيء هنا، وبالتالي شهدنا الهجمات التي جاءت للكاتيوشا، وها نحن نتحدث عن هجوم لصواريخ الجراد كان من الممكن أن يكون كبيرا للغاية. المشكلة الحقيقية بأن اليوم أيضا كان هنالك إعلانا من الداخل الإيراني بحسب وكالة رويترز وما ثبتته كما تلاحظون بأن إيران تمكنت أيضا الآن من ضبط شبكة تجسسية تشتبه بأنها تعمل مع الموساد الإسرائيلي، لكنها لم تقل بأن هذه المجموعة قادمة من إقليم كردستان. لكن عادة عندما تحدث هذه الأمور دائما ما إقليم كردستان يكون هدفا، بسبب أن إيران دائما تروج بأن إقليم كردستان هو نقطة انطلاق لهجمات إسرائيل والموساد الإسرائيلي، وحتى هذه اللحظة لم تثبت هذه الأمور بعد الكثير والكثير من التحقيقات. والنقاط التي تستهدفها إيران أو حتى الفصائل المسلحة الموالية لها في الداخل العراقي عادة ما تكون مصادر الطاقة، حقول الغاز وغيرها، وهذا الأمر الآن يرتبط مع تطورات مهمة للغاية هي تجري مع المفاوضات النووية من أجل العودة للاتفاقية النووية، حيث أن الآن تسريب مهم جدا قادم من البيت الأبيض نشره هذا الرجل باراك رابن صاحب أهم التسريبات على موقع أكسيوس الأمريكي. نقل تسريبات قادمة من المنسق ومنسق البيت الأبيض بريت ماكورك، وأكد بريت ماكورك بأن البيت الأبيض الآن أصبح على يقين بأن العودة للاتفاقية النووية أصبحت مستبعدة جدا، وهذا ما جاء من تسريب من خلال ثلاثة مصادر أمريكية مطلعة على ما قاله ماكورك، وهذا ما نشرته أكسيوس الأمريكية. من المستبعد للغاية إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران في المستقبل القريب، إن سبب عدم وجود اتفاق نووي هو أن الإيرانيين غير قادرين على اتخاذ قرار. وأضاف أيضا إيران تريد من الولايات المتحدة إضافة شيء ما إلى الوعاء لمساعدة أولئك الذين يريدون إتمام الصفقة في النقاش الداخلي مع المرشد الأعلى، لكننا لن نفعل ذلك، لن تتنازل الولايات المتحدة الأمريكية. وماذا يعني هذا بالنسبة لإيران؟ هو يعني الكثير، الفشل في العودة للاتفاقية النووية سيعني ببساطة ضغطا أمريكيا كبيرا على الاقتصاد الإيراني، ويعني بأن إيران لن تتمكن من تصدير النفط أو تصدير الغاز كما تريد إلى العالم، ومعنى ذلك بأنها ستشعر بالضغط، ستكون تحت ضغط كبير للغاية. وأيام الضغط التي كانت تعانيها إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية في زمن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت كبيرة للغاية، عانوا كثيرا مع هذا الرجل، ولكن كان المنفذ الوحيد للغاز هو طبعا العراق، كانوا يصدرون الغاز طبعا للعراق لأن العراق غير قادر على تصدير الغاز الطبيعي بنفسه من أجل الحصول على الطاقة الكهربائية، والعراق بحاجة لهذا الغاز من أجل تشغيل الطاقة الكهربائية في العراق بكل تأكيد. وعلى هذا الأساس كانت الإدارة الأمريكية السابقة تقدم ويفرز أو استثناءات للعراق من أجل شراء هذا الغاز ودفع طبعا الأموال لإيران، كانت مضطرة الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الأمر، ولكن في نفس الوقت هو كان متنفسا مهما لإيران، وهذا يفسر الكثير من الاستهدافات التي تأتي على نقاط الطاقة إن كانت على
أقليم كردستان أو أي استثمارات أخرى متعلقة في الغاز الطبيعي بكل تأكيد. دعنا نركز على هذه المسألة ودعنا نحافظ على مصالحنا مهما تغيرت الأمور. ولكن هنالك أيضا مسألة مهمة، أن فشل المفاوضات النووية قد يجعل البعض يعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى إسرائيل تستهدف المنشآت النووية الإيرانية خاصة، وأن تخصيب اليورانيوم وصل إلى أعلى مستوياته في منشأة نطانز يخصبون بنسبة 60%، وكذلك في منشأة فوردو يخصبون اليورانيوم بنسبة 20% باستخدام أحدث أجهزة الطرد المركزية من الجيل السادس IR6، وهذا قد يعني طبعا كما تحدثنا للولايات المتحدة مقبلة على ضربة وغيرها. ولكن الآن بالتسريبات القادمة من باراك رابيت الجديدة على موقع أكسيوس عن بريت ماغورغ تؤكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تخطط أبدا إلى أي ضربة على المنشآت النووية بأي شكل من الأشكال، ولكن ضغط اقتصادي فقط، وهذا ما ثبتته طبعا وثبته موقع أكسيوس عن هذه المسألة. أن إدارة بايدن تعتزم استخدام العقوبات والعزلة الدبلوماسية ضد إيران، لكن ليس تصعيد الموقف دون داع واستخدام القوة فقط كملاذ أخير، وهذا يفسر تماما تمادي إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى موقفها القوي في هذه المفاوضات ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد أوروبا. على سبيل المثال القوة التي يظهرونها هي ليست عادية في طبيعة الإعلانات. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي على سبيل المثال أعلن بشكل واضح وثبت تصريحاته طبعا وكالة رويترز بأنهم سينشئون مفاعلا نوويا جديدا في أصفهان، وبأن لديهم خطة أيضا لإنشاء مفاعلات جديدة تحديدا في جنوب إيران من أجل استغلالها على مستوى الطاقة الكهربائية النووية، ليس للقنبلة النووية بكل تأكيد، ولكن هذا يعتبر توسعا نوويا كبيرا ينظر إليه الغرب، وأوروبا ينظرون إليها طبعا بقلق كبير للغاية. كذلك أن كانت هنالك إعلانات مثيرة قبل يومين وحتى اليوم في مسألة الأمور الاقتصادية والنجاح الاقتصادي الإيراني. هذه المسألة طبعا جاءت من تصريح مهم من وزيرين. وزير الاقتصاد على سبيل المثال قال في الأربعة أشهر الأولى من هذا العام حققوا صادرات النفطية والصادرات النفطية وصادرات المكثفات حققت ارتفاعا بنسبة 580% مقارنة بالأربعة أشهر الأولى للعام الماضي. كذلك بالنسبة لوزير النفط الإيراني تحدث عن الغاز تحديدا وقال إن صادرات الغاز الآن ارتفعت وحققت عائدات بما يقارب 4 مليارات دولار في الأربعة أشهر من العام الإيراني. والعام الإيراني هنا طبعا أول أربعة أشهر من العام الإيراني تعني من 21 مارس وحتى 21 يوليو الحالي. وهذه الكمية كما طبعا تحدث وزير النفط الإيراني هذا المبلغ الذي حققوه بأربعة مليارات دولارات هو يتساوى تماما مع ما حققوه العام الماضي بأكمله. العام الماضي بأكمله حققوا 4 مليارات، الآن هم حققوا 4 مليارات في 4 أشهر فقط. تطور كبير جدا على المستوى الاقتصادي والمادي، ونحن نتحدث هنا عن العملة الصعبة بكل تأكيد لإيران رغم وجود العقوبات. كذلك هنالك إعلانا مهما من وكالة الإعلام الروسية عن طريق نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، الرجل صرح وثبتت أيضا رويترز كلامه بكل تأكيد، أكد بأن إيران على وشك البدء بالتعامل مع نظام مير المصرفي الروسي. هذا النظام الروسي روسيا أساسا أنشأته لكي يكون بديلا عن الماستر كارد وعن استخدام الفيزا كارد، ولن يكون له علاقة بطبيعة ما يحدث في الغرب. الغرب يريد أن يعاقب أو لا يعاقب، نحن لدينا نظامنا الخاص. الآن إيران دخلت على هذا النظام وعلى وشك استخدام البطاقات الخاصة بالمير بانك بكل تأكيد، مير بانك بيمنت، هذا مهم جدا بالنسبة إليهم. كذلك يجب أن ننتبه بأن هذا النظام إيران لن تكون هي الوحيدة التي ستستخدمه بكل تأكيد. كوريا الجنوبية هي موجودة ووافقت على قبول البطاقات الخاصة بهذا النظام، كذلك كوبا والإمارات العربية المتحدة، صدق أو لا تصدق بحسب وكالة رويترز أنها على وشك أيضا الدخول في هذه المنظومة المالية المهمة للغاية. وبالتالي كل شيء بدأ يتغير على هذا المستوى. هذا النظام المالي لعبت عليه روسيا بذكاء كبير للغاية منذ سنين، هي لم تعمل عليه الآن بسبب الحرب التي طبعا تجري والعملية العسكرية التي تجري في أوكرانيا، لا أبدا، هم بدأوا بهذا الأمر
منذ عام 2014 عندما كان هنالك انقلابا أو ثورة كما يطلق عليها البعض عندما تغير النظام الحكم في أوكرانيا هنا وأصبح النظام يميل إلى طبعا أوروبا وإلى حلف الناتو بشكل عام. وآنذاك طبعا بالنسبة إلى روسيا هي اتخذت قرارا وتوجهت مباشرة إلى شبه جزيرة القرم وقامت بعملية استفتاء، والناس الموجودة صوتت بأنها تريد أن تكون جزءا من روسيا ولا تريد أن تكون جزءا من أوكرانيا. بهذا الحدث وتغير اللون طبعا بالنسبة لشبه جزيرة القرم وهي الآن أصبحت جزءا من الأراضي الروسية بسبب هذا الأمر تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية فرضت حزمة من العقوبات على روسيا. جزء من هذه العقوبات هي كانت عقوبات مصرفية، عقوبات على البنوك، عقوبات تمنع البنوك والمصارف الروسية من التعامل مع البنوك والمصارف الدولية على مستوى السويفت، على مستوى الماستر كارد، على مستوى الفيزا كارد. وعلى هذا الأساس روسيا أخذت ملاحظة على هذه المسألة وعملت على نظام ميرا المالي الذي نتحدث عنه المصرفي الروسي، وعلى هذا الأساس بدأت بعزل نفسها منذ عام 2014 وجمعت طبعا مسألة الغاز والطاقة التي هي تعتبر قوة كبيرة جدا بالنسبة إليها وأوروبا بحاجة لها على هذه القضية. وكذلك الآن نرى ما نرى من الروبل وقوة الروبل بسبب أنها أجبرت أوروبا على مسألة الدفع بالروبل الروسي، والآن هي في قوة كبيرة جدا على مستوى عملتها، على مستوى الطاقة، ولديها نظامها المالي طبعا المعزول. وهذا يفسر تماما أن العملية العسكرية التي بدأتها روسيا هذا العام في أوكرانيا كانت روسيا مستعدة تماما لجميع العقوبات من خلال هذا النظام المالي، من خلال الغاز، من خلال الروبل. وبالتالي يوضح أيضا لنا بأن روسيا مستمرة في عمليتها العسكرية في الداخل الأوكراني بكل تأكيد. لذلك إيران بدأت تأخذ مديات أكبر على هذا المستوى، ولكن يظل المستوى العراقي يجب أن يكون منفذا بالنسبة لإيران على مستوى الغاز على الأقل، خاصة وأن الحزب الديمقراطي والرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في موقف حرج في انتخابات نوفمبر القادم في الكونغرس الأمريكي وكذلك إلى الانتخابات الرئاسية في عام 2024. الأوساط الأمريكية تتحدث عنها الآن وتتحدث كيف أن بايدن قد يخسر خسارة كبيرة، كما هو الحال بالنسبة لنوفمبر القادم بالنسبة للحزب الديمقراطي على مستوى مجلسي النواب ومجلس الشيوخ.